هذا يسأل يقول إن الشرك هو أعظم الذنوب، ولكن القول على الله بغير علم جاء بعد الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقول نعم، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم، فالذي يشرك بالله ليس عنده علم، فالشرك نوع من القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم يشمل الشرك ويشمل غيره، فهو أعم. نعم.